organizational system. هنبدأ دلوقتي نتكلم على واحد من العناصر بتاعة ال environment. احنا كنا اتكلمنا عن عنصرين وده العنصر الثالث اللي هو السيستم. السيستم او السيستمز عبارة عن النظم اللي موجودة في الorganization. الorganization دي ممكن تكون شركة، ممكن تكون وزارة، ممكن تكون هيئة حكومية، ممكن تكون جمعية non-profit، ممكن حاجات مختلفة. فبالتالي ممكن يكون فيها مجموعة من الانظمة، سواء انظمة اقتصادية، انظمة ممكن تكون سياسية، انظمة بجميع أشكال الأنظمة اللي بتحكم الأورجانيزيشن ديت. الأنظمة دي كلها ممكن هي تكون مش معمولة من خلال البروجكت مانجر، لكن بتأثر على المشروع نفسه. نبدأ مع بعض في الأول في الأوفر فيو اللي موجود. بيقول إن البروجكت مانجر محتاج إن هو يفهم الريسبونسبيليتي والأكاونتابيليتي. إيه الفرق ما بين ريسبونسبل وأكاونتابل؟ الأكاونتابل بيكون الشخص المسائل عن الموضوع، الشخص اللي في إيده الموضوع. يعني مثلا واحد مدير موجود هو اللي مخول ليه الصلاحيات إنه يعمل حاجة معينة، وبالتالي بترجع لي المسؤولية. طيب معاه مجموعة من الفريق بيساعده، كل واحد منهم مسؤول عن حاجة معينة، فبالتالي كل واحد منهم responsible عن حاجة معينة. الريسبونسبيليتي بتاعتهم بيبقى هو اللي حاطط لهم الريسبونسبيليتي ده، وبيقول لهم مثلا لو وقفتوا في حاجه معينه تعالوا اسالوني، بحكم ان انا الاكاونتابل فانا لازم اخد القرار. فده كده يبقى بروجكت مانجر محتاج ان يفهم الريسبونسبيليتيز والاكاونتابيليتيز اللي موجوده في المؤسسه نفسها. ده بيساعد مدير المشروع ان هو يقدر يمارس سلطاته المخوله ليه، ويقدر يمارس الدور القيادي اللي عنده في اداره المشروع. قال ان الاورجانيزيشنال سيستم بيحدد الباور والانفلونس. الباور اللي هو السلطه نفسها، والانفلونس اللي هو التاثير، الاهتمامات، الانترست، الكومبيتنس، البوليتيكال كابابيليتيز. كل ده بيحدده للناس اللي بتشتغل في الاورجانيزيشن نفسها، لان السيستم بيقول مين مسؤول عن ايه ومين بيعمل ايه وده دوره ايه وده صلاحياته ايه. فبالتالي السيستم بيوضح كل ده. وبدأ يذكر عناصر السيستم او العوامل بتاعة السيستم، سيستم فاكتورز، وذكر الثلاثة اللي هيتناولهم في السيكشن ده اللي هم المانجمنت اليمنتس، عناصر الإدارة، والجوفرنس فريم ورك، الإطار بتاع الحوكمة، والأورجانيزيشنال ستراكشر تايب. الستراكشر تايب مقصود بيه النوع او الهيكل اللي بتتبني بيه المؤسسة، زي ما نتعرف على كل واحد فيهم بالتفصيل خلال السيكشن ده. استكمالا في الاوفر فيو بدا يقول الكومبليت انفورميشن والاكسبلانيشن بتاعه الاورجانيزيشنال سيستم دي ملهاش علاقه بالجايد بتاعنا. الجايد اللي هو البين بوك جايد مش هيدخل في التفاصيل الشديده للسيستم، فبدا ان هو يستثنيها من الموضوع، لكن بس هيبدا ان هو يحط الديفينيشنز الرئيسيه بحيث ان احنا لما يتكلم على موضوع السيستمز نبقى عارفين ايه هي السيستمز. وقال ان السيكشن ده هيدي اوفر فيو على الفاكتورز دي. بدا يعرف السيستم والكومبوننت. السيستم هو مجموعه من الكومبوننتس، كولكشن اوف فاريوس كومبوننتس، باعتبار ان هو له مكونات مختلفه. توجذر كان برودوس ريزلتس نوت اوبتينبل باي ذا انديفيديوال كومبوننت الون، مش هقدر ان انا اوصل لها من كل كومبوننت لوحده. كل كومبوننت العناصر بقى بتاعت السيستم نفسها اللي متوزعة ممكن على إدارات مختلفة، على طرق مختلفة، على منهجيات مختلفة. فبالتالي كل سيستم أكيد بيبقى على حسب المؤسسة نفسها. الكومبوننت نفسه هو عبارة عن element. الelement ده من خلاله يعني ممكن نقول within the project or organization provides function، بيدي وظائف معينة أو related functions. فالكومبوننت هو العنصر من عناصر السيستم. واتكلم على البرنسبلز، سيفرال برنسبلز ريجاردنج ذا سيستمز. ان السيستمز بتكون دايناميك، دايناميك بسبب ان في كومبوننتس جواها عماله تتفاعل، في عباره عن لوائح او بوليسيز او بروسيدجرز جوه السيستم تتبع ادارات مختلفه ونظم مختلفه، كل واحده فيهم بيبقى فيها انتر اكشن ما بينها وما بين الباقيين. فعشان كده السيستمز بتكون دايناميك. والسيستمز كان بي اوبتمايزد، ممكن ان انا احاول ان انا احسنها، النظام اللي بيدير المؤسسة ممكن ان انا احاول احسنه من خلال ان برضو الكومبوننتس اللي جواها هي كمان ممكن ان هي to be optimized. ممكن optimized ان انا بحاول اوصل بيها للحل الامثل، وان كان يعني ده بيجي على مراحل، لان انا بعمل انهانسمنت بلاقي لا محتاج ان انا اعمل اوبتمايزيشن مره ثانيه، فبعمل حاجه ثانيه فبلاقي برضو ان انا محتاج اعمل اوبتمايزيشن، وهكذا. الموضوع دايما بيكون التحسين iterative.
سيستمز والكومبوننتس بتاعتها كانوت بي اوبتمايزد ات ذا سيم تايم. ده لان ما ينفعش ابقى انا شغال على مجموعه من البروسيسز الخاصه باداره معينه واجي اقول لمكتب استشاري مثلا تعالى اعمل لي تحسين للسيستم ككل، اكون شغال في يده، لان طيب ده بيحسن في الكومبوننتس وده هيحسن في السيستم اللي الكومبوننتس جزء منه، طيب النتيجه هتطلع مين فيهم اللي هيشتغل، انهي تحسين منهم هو اللي هيشتغل. فعشان كده ابقى انا عارف ان انا يبقى احسن في ده يده. وفي النهايه قال لي السيستمز ار نون لينير في الريسبونسيف بتاعها، يعني الريسبونسيفنس ممكن ان هو ما يكونش واحد، يعني مش كل مره هعمل تحسين على مجموعه من البروسيسز هلاقي نفس الاستجابه، الموضوع مش خطي، مش معادله خطيه، لا ممكن ان انا الاقي مره استجابه قليله الاقي استجابه كبيره. ده نظرا لان السيستم او مثلا طريقه التعامل، لو ناخد بروسيس معينه مثلا زي ان انا اعمل ايه، نقول ان انا اعمل عقود مثلا، اعمل بروكيورمنت، انا محتاج ان انا اعمل عقد مع جهة معينة او ان انا امارس موضوع البروكيورمنت. طيب عشان اعمل التعاقد ده او اعمل البروكيورمنت عملية الشراء ديت محتاج ايه؟ محتاج ان انا اتواصل مع الجهة المختصة بعمليات المشتريات مثلا. هل التواصل ده سهل؟ لا، التواصل كان فيه تريك معين مثلا بيخلي دايما الموضوع ياخد وقت طويل. طيب عشان اعمل التحسين ده ممكن ان انا اعمل تحسين كبير في البروسيس نفسها وبرضه ما يتمش لان انا مش واخد بالي من التريك دي، مجرد بس ما اعمل تحسين بسيط في التريك ديت او في النقطه دي اللي كانت بتعمل تاخيرات هلاقي الامباكت عالي قوي ساعتها. فبالتالي الموضوع بيختلف، الموضوع نقول ان الريسبونسيف نفسها مش لينير. وبعد كده بدأ يتكلم على السيستم داينامكس، ان هي تعرفها الانتر اكشن ما بين الكومبوننتس المختلفة، ده نظرا لان احنا قلنا السيستم داينامك وفي انتر اكشن مستمر ما بين الكومبوننتس بتاعته. Systems are typically responsibility of organizations management. ده عشان يقول للبروجكت مانجر اللي بيدرس الكتاب السيستم نفسه انت مش مطالب ان انت تعمل سيستم للشركة، لكن السيستم هيأثر على الشركة عندك. This will impact the project. و important بالنسبة للبروجكت مانجمنت او البروجكت مانجر ان هو ياخد في اعتباره ده اثناء قيادة المشروع عشان يبقى عارف هو السيستم بتاع الاورجنايزيشن عبارة عن ايه، مين معاه صلاحيات، مين معاه مسؤوليات، مين بيعمل شغل الاتش ار، مين بيعمل شغل الاكاونتنج، مين بيعمل شغل الماركتنج، انا المفروض اشتغل ازاي، هل في بروسيس معينه اشتغل من خلالها ولا اشتغل من دماغي ولا نعمل بروسيس معينه بحيث ان هي تبقى اضافه للشركه، ايه السيستم اللي موجود عشان لما اتصرف في ادارتي للمشروع ما بقاش بعمل حاجه مخالفه للوائح او النظم او البروسيسز اللي موجوده في الشركه. هنبدأ دلوقتي نتكلم مع بعض على العنصر الأولاني من السيستمز. الكتاب بدأ بالجوفرنس باعتبار ان هي واحد من العناصر المهمة، وكنا قلنا قبل كده الجوفرنس هنعتبره المعايير بتاعة الحوكمة او النظام اللي بيحكم كل التعاملات في الشركة، كل السلوكيات او كل المهام بتتم من خلال المعايير ديت اللي بتقول مين عنده صلاحيات ايه ومين بيعمل ايه، وبتتم العلاقات دي ازاي من خلال بروسيسز معينة واضحة اقدر ان انا امشي من خلالها. قال ان في ريسيرش كان معمول في PMI واشار ان الجوفرنس هي الاورجنايزيشنال او الاستراكشرال ارنجمنتس، هي عباره عن ترتيبات معينه انا بعملها ليه، ديزاين تو ديتيرمين عشان احدد اند انفلونس ذا بيهيفير، ايه هو السلوك اللي هيتم وانا بنفذ كل المهام اللي موجوده في الشركه من خلال الاورجنايزيشنز ممبرز. ممبرز مش شرط يكونوا امبلويز، ممكن يكونوا امبلويز او ممكن لو مؤسسه غير ربحيه ممكن يكونوا فولنتيرز او تطوعيين، الموضوع ممكن يختلف عشان كده سماها ممبرز خلاها مفتوحه. وقال ان الجوفرنس از مالتي دايمنشنال، وفيها مالتي دايمنشنال يعني فيها ابعاد كتير مش بس الموضوع بسيط، لا الموضوع كبير شويه. وقال ان فيها ممكن تتضمن البيبل الناس نفسهم صلاحياتهم ايه، الاثوريتي اللي معاهم الريسبونسبيلتيز بتاعتهم والرولز والاستراكشر والبوليسيز. وقال ان هي برضو بتتطلب providing direction توجيه و oversight ومراقبة للداتا والفيدباك. بدأ يتكلم على الـ governance framework وقال ان الـ governance frame is the framework within which authority is exercised. authority لان عندي المؤسسة موجود فيها زي ما بنقول موظفين، الموظفين دول كل واحد مطلوب منه حاجة يعملها، أو بدل ما نقول موظفين خلينا نقول members organizations members، والmembers دول كل واحد فيهم المفروض مطلوب منه حاجات يعملها في دور الصلاحيات اللي مخولة ليه. طيب الصلاحيات دي أو authorities هتمارس ازاي من خلال الفريمورك ده اللي هو governance.
وعشان كده قال الفريم ورك مش بس وان دايمنشنال، لا ده مالتي دايمنشنال، وبالتالي بيتضمن الرولز القواعد او البوليسز السياسات، البروسيجرز الاجراءات، النورمز المبادئ، الريليشن شيبس العلاقات ما بين كل، مش بس بقى الانديفيدوالز وبعضهم لا، وما بين كمان الديبارتمنتس وبعضها، او لو في وحده اكبر كمان من الديبارتمنت على حسب شكل وحجم المؤسسه او المنظمه، السيستمز الانظمه البروسيسز. وقال ان الفريم ورك انفلونس هاو اوبجكتيفز ار سيت، بمعنى ان اي اورجانيزيشن هنقول ان هي ليها ادوار بتعملها، ليها اهداف، هي عماله تحط اهداف معينه. لو مثلا بناخد اورجانيزيشنال او اورجانيزيشن تكون بروفيتابل يعني ربحيه، هدفها ان هي تجيب مشاريع مثلا او تعمل مشاريع استثماريه مثلا بحيث ان هي تشغلها في الاوبريشن بعد كده وتكسب منها، فبالتالي عندها اهداف بتحطها. عمليه السيتنج للاوبجكتيفز دي المفروض ان الاوبجكتيفز تو بي اتشيفد، وخلال الاتشيفمنت دوت انا عايز ان انا اشوف البرفورمانس واحاول ان انا اوصل لاحسن برفورمانس. واثناء ما انا بعمل الكلام ده ممكن يكون في مخاطر ريسك، فانا محتاج ان انا اراقب المخاطر. عشان كده قال this framework influence how the objectives نفسها ازاي ان هي to be set، والريسك ان هو to be monitored وassessed، والperformance is optimized. بدأ يتكلم بعد كده على الستاندرد. البي ام اي عامل ستاندرد او بنسميها براكتس جايد، عباره عن كتاب خاص بالجفرنس مسميه ذا جفرنس اوف بورتفوليوز بروجرامز اند بروجكتس. الجايد ده يعني بيوصف الكومن جفرنس فريم ورك بمحاذاه البروجكت مانجمنت او الاورجنايزيشنال بروجكت مانجمنت الاو بي ام والبورتفوليو والبروجرام والبروجكت مانجمنت. الجفرنس جايد او البراكتس جايد بتاع الجوفرنانس ده زي ما عندنا الكتاب هنا متقسم لمجموعه من الشابترز، وكل شابتر متقسمه بالعرضي لبروسيس جروب. لو تفتكروا كنا اتكلمنا وقلنا ان في دومينز رئيسيه اللي هي النولج اريا، النولج اريا بتاعتي اللي هي التايم الكوست الكواليتي وهكذا. طيب ده تقسيم طولي، بتقسيم بالعرض اللي هو البروسيس جروبس اللي هم الانيشيشن والبلاننج والمونيتور كنترول وهكذا. طيب تقاطعات التقسيمات دي او التو دايمنشنز دول بيبقى فيه مجموعه من البروسيس. نفس الشيء عملوا في الجوفرنس، بس بيتكلم الاول على مستوى البروجكت، وبعد كده على مستوى البروجرام، وعلى مستوى البورتفوليو. وفي كل مستوى منهم بدا يتكلم على جدول مشابه يضم مجموعه مثلا من العمليات. الجدول ده نفس الشيء برضو هيبقى زي الميتريكس، ليها يعني بعد وليها بعد تاني. البعد الاولاني هيسميه الدومينز الرئيسيه، وقال ان انا عندي 4 governance domains اللي هم الالايمنت عمليه المحاذاه، الريسك المخاطر، للبرفورمانس الاداء، الكوميونيكيشنز التواصل. دي كده الدايمنشن الاولاني. الدايمنشن الثاني قال هسميهم الفانكشنز اللي هي الوظائف. يبقى بالتالي في كل دومين منهم هيبقى فيه مجموعه من الوظائف. ايه الوظائف دي؟ الاوفرسايت المراقبه، الكنترول، كنترول بيبقى اعلى من المراقبه شويه، بيبقى تحكم ان انا باخد اكشن كمان، الانتجريشن التكامل، الديسيشن ميكينج صنع القرار. وبالتالي تقاطع كل عنصر من الفانكشنز دي مع العناصر بتاعت الدايمنشن الاولاني اللي هو الدومينز هيبقى فيه مربع كده اللي هو الميتريكس نفسها او الجدول، مربعات الجدول ده. في كل مربع او في كل تقاطع هيبقى فيه مجموعه من البروسيسز. فقال ان each function has governance supporting processes and activities، مجموعة من البروسيس العمليات والأنشطة، وممكن هي تكون للستاندالون بروجكت أو للبروجكت operating within portfolio أو في بروجرام. زي ما قلنا ان هو حاطط الجدول ده لثري ليفلز، لثلاث مستويات. Project governance بدأ إن هو يقول refers to the framework, functions and processes that guide the project management activities in order to create الحاجات بقى بتاعت المشروع. أنا بعمل مشروع ليه؟ to create a unique product, service or result. ليه كل ده؟ عشان أحقق أهداف الشركة، to meet organizational, strategic and operational goals، الأهداف الاستراتيجية اللي الشركة حطها. وقال ان مفيش حاجه اسمها governance framework يبقى هو governance framework الواحد الثابت لكل المؤسسات، لا ده شيء مش صحيح. قال no one governance framework that is effective in all organizations، يكون لكل الorganizations valid ليها، لا بيختلف، ومحتاج الموضوع ان يكون في tailoring على حسب الorganization. مش كل الorganizations ليها نفس الobjectives، مش كل الorganizations ليها نفس الstructure اللي موجود ونفس طبيعه الorganization. فعشان كده محتاج اعمل عملية تيلورينج دي. وقال a governance framework should be tailored
to the organizational culture types of project, لأن الكالتشر هيختلف من مؤسسة لمؤسسة. نفس الحكاية المشاريع نفسها, في مؤسسة هدفها أن هي على طول باستمرار عمالة تعمل مشاريع, سواء مثلا لو قلنا هيئة بتاعت مشاريع موجودة في الحكومة مسؤولة عن جميع مشاريع الحكومة, فبالتالي هي على طول عمالة تعمل مشاريع. أو مثلا شركة تانية خاصة بالأوبريشن بتشتغل بتصنع مثلا مجموعة من الأجهزة الإلكترونية, فأحيانا بتضطر أن هي تعمل مشروع. طيب ما ينفعش ان انا عامل الاورجانيزيشن دي زي دي واحط للاثنين نفس معايير الجوفرنس, لا, معايير الجوفرنس تو بي تيلرد على الاورجانيزيشن نفسها. هنبدا دلوقتي مع بعض في العنصر الثاني من عناصر السيستمز وهو المانجمنت اليمنتس. المانجمنت اليمنتس مش مقصود بيها عناصر للمؤسسه او لشيء في المؤسسه, لا, دي عناصر الاداره نفسها, العناصر بتاعه الاداره زي ما ناخد عدد كبير منها وهنعرفها دلوقتي مع بعض. بيبدا الاول فبيقول ان هي الكومبوننتس اللي بتشكل برينسيبلز اوف جنرال مانجمنت, اللي بتشكل الاداره العامه في الشركه, والاليمنتس دي اكيد ان هي اللوكيتد في المنظمه من خلال الجوفرنس, لان شيء اي شيء في المنظمه نفسها او في الكيان نفسه بيتم من خلال الجوفرنس فريم ورك اللي موجود. وقال ان الكي فانكشنز او برينسيبلز للمانجمنت اليمنتس هي هتتضمن يعني بعض العناصر, فمن ضمنها الديفيجن اوف ورك, تقسيم العمل, الاثوريتي, الصلاحيات او كل واحد عنده صلاحيه ايه لكل الليفلز اللي موجوده في المنظمه نفسها, الريسبونسبيلتي تو بيرفورم ورك, لازم يكون في مسؤوليه معينه عند كل واحد ايه هي الاعمال اللي بيعملها, والديسيبلين اوف اكشن اللي هي ممكن نسميها القواعد الادبيه او قواعد الانضباط. القواعد دي ان احنا لازم نحترم الاثوريتي اللي موجودة ولازم يبقى في احترام للناس, احترام للقواعد. اليونيتي اوف كوماند, ان لازم يبقى في وحدة في القرار نفسه باعتبار ان اي موظف مثلا ما يبقاش في اتنين بيدوله اوردرز, لان ساعتها لما واحد يديله اوردر هيقول له انا مشغول بالحاجة بتاعت التاني, والتاني يجي يكلمه يقول له لا انا مشغول بالحاجة بتاعت الاولاني, فلازم يكون في يونيتي اوف كوماند, لازم القرار او الامر نفسه او الاوردر اللي بيروح لاحد العاملين في المؤسسة لازم ان هو يكون في يونيتي, يكون في شخص واحد هو اللي بيديله القرار. اما الدايركشن فالدايركشن ممكن يكون ليفل اعلى شويه من الكوماند. الكوماند مين اللي هيديهولي؟ اللاين مانجر بتاعي اللي هو المدير المباشر. اما الدايركشن ممكن الدايركشن يكون من مديري مثلا, يعني يكون في دايركتور او يكون في بروجكت مانجر مثلا وهو اللي بياخد القرار, وده اللي بياخد الدايركشن او اللي بيدي الدايركشن, فلازم يكون في يونيتي للدايركشن. دايركشن معناها ان انا احط بلان معينه او مؤشر معين هو ده اللي هنمشي من خلاله, هي دي البلان اللي تعتبر البوصله بتاعتنا اللي احنا ماشيين عليها, فعشان كده الدايركشن ممكن يكون اعلى شويه, لكن في النهايه هو بيقول لازم يكون في يونيتي في الكوماند ويونيتي في الدايركشن. والعنصر اللي بعد كده الجولز بتاعت الاورجانيزيشن لازم تكون اعلى من الجولز, او لازم ان هي تتعمل وتفضل عن الجولز بتاعت الانديفيدوال, اهداف المنظمه اهم وتاخد الاسبقيه عن اهداف الموظف, لان احنا بنشتغل في المنظمه عشان تحقيق اهداف المنظمه نفسها. بيت فيرلي فور ورك بيرفورمد, لازم يكون الدفع للعاملين بشكل عادل. اوبتيمال يوز اوف ريسورسز, الريسورسز يكون بستغلها بشكل كويس, الريسورسز سواء كانت فيزيكال ريسورسز او مان باور اللي هم الهيومن ريسورس, لازم ان انا يكون في استغلال ليهم, ما يكونش في مجموعه من الموظفين قاعدين ما بيعملوش حاجه ومجموعه ثانيه مطحونين او شغالين بشكل عالي جدا. Clear communication channels, الكوميونيكيشن شانلز او قنوات التواصل تكون واضحه, right materials to right person, right job, right time, يكون كل حاجه بتتعمل بشكل صحيح. Fair and equal treatment, لازم يكون في equal treatment يعني التعامل مع الموظفين بعداله, مفيش تمييز لحد على حساب حد. Clear security of work position, الناس تكون شغالة ويكون في security واضح بالنسبة لهم ان انا موجود في البوزيشن ده, مش بيقولوا لي كل شوية انت الشهر الجاي هتمشي انت الشهر الجاي هتمشي, لا, يبقى في security موجود. السيفتي في الورك بليس نفسه, ان الورك بليس يكون امن, ما كنتش قاعد قلقان ان لو حصلت حريقة مثلا مش هيكون في نظام لمكافحة الحريق, لا, يكون في safety في الورك بليس.
open contribution to planning and execution. لو حد عنده استعداد ان هو يشارك في عملية التخطيط او التنفيذ نكون يعني فاتحين الموضوع بصدر رحب، تعال وشارك وقول رأيك لو عندك اي فكرة. يعني الاوبتيمال موريل، الموريل اللي هي الروح المعنوية، تكون في الحالة المثلى ليها وتكون مرتفعة عند الناس والناس سعيدة يعني وهي ايه بتعمل. دي العناصر بتاعت الادارة او المانجمنت اليمنتس. طبعا التنفيذ بتاعها والاساينينج ليها هيكون من خلال زي ما قلنا الجوفرنس فريم ورك، والاداء performance of these elements هتكون مخصصة مع اشخاص معينين selected individuals خلال المنظمة، والكلام ده بيتم تطبيقه سواء horizontal او vertically في المنظمة. vertically يعني للرؤساء او المرؤوسين يعني فوق وتحت بالنسبة لليفل اللي انا فيه، horizontal على مستوى الاقرناء او القرناء اللي هم peers يعني اللي هو نفس المستوى اللي انا فيه. وقال ان responsibility والaccountability والauthority assigned to the hierarchical level. responsibility فرقها من الaccountability ان responsible بيكون مسؤول، لكن الaccountable بيكون درجة اعلى اللي هو مسائل معطى صلاحية معينة وبالتالي بنرجع له ونسأله انت ليه قصرت في حاجة زي دي. لكن responsible ممكن يكون تحتيه، على سبيل المثال لو في مدير مع صلاحية معينة وبالتالي هو مسائل تجاه الصلاحية دي انه هو يعمل حاجة معينة، فبالتالي بيكون accountable مع مجموعة من التيم او اعضاء الفريق. اعضاء الفريق دول ممكن يكون عطيهم مجموعة من المسؤوليات ان انت مسؤول عن كذا وانت مسؤول عن دي وانت مسؤول عن دي في حدود اللي انا قلته لكم، لكن لما يبقى في حاجة زيادة ارجعوا لي انا لان انا accountable، انا اللي مسائل، فبالتالي accountability بتبقى مسائلة يعني مختلفة عن المسؤولية. الاثوريتي اللي هي الصلاحيه الاساين تو ذا هيراركال ليفل، المستويات المختلفه في الهيراركي او في الهرم الوظيفي. انديكيت هاو انديفيدوال مي بيرفورم، الحاجات دي كلها بتوضح ازاي الناس هيتعاملوا في الوظائف المختصه بيهم او في اداء المهام الوظيفيه بتاعتهم. هنبدأ دلوقتي مع بعض في العنصر الثالث من عناصر السيستم. كنا أخذنا العنصر الأولاني اللي هو الجوفرنس والعنصر الثاني المانجمنت إلمنتس. هنبدأ دلوقتي في العنصر الثالث اللي هو الأورجنيزيشنال ستراكشر تايب، النوع بتاع الهيكل بتاع المؤسسة، هيكل المؤسسة شكله إزاي، مبني إزاي. في البداية كده عطى overview كان قال فيه حاجة كويسة ان there is not one size fits all structure، مفيش حاجة اسمها structure ان هو يكون مناسب لجميع المؤسسات او المنظمات، لان المنظمات بتختلف، في منها profitable في منها non-profit، profitable في منها قطاعات مختلفة، في اللي شغال في قطاع التصنيع، في اللي شغال في قطاع البترول، في اللي شغال في قطاع زراعي، حاجات مختلفة وكتير. المنظمات يستحيل ان هي تلاقيها بتعمل نفس الشيء بالظبط typical هو نفس organizational structure، حتى لو بتعمل نفس الشيء احيانا القائمين على المنظمة او التوب مانجمنت يعني هنا بيبقى ليهم فكر غير اللي هنا، مش عايزين ان هم يقلدوا بالظبط، عايزين ان هم يبدعوا، فبنلاقي ان الستراكشر ده بيختلف من منظمة لمنظمة. وقال في النهاية ان الفاينل ستراكشر فور جيفن اورجانيزيشن از يونيك، بيكون فريد للمنظمة دي. بدأ يتكلم على التايبس organizational structure types، والتايبس ذكرها في الجدول اللي هو table 2.1 هنلاقيه في الصفحة اللي بعد كده يعني. والجدول دوت بيحاول ان هو يقسم انواع الستراكشر تايبس لعشر انواع حطهم. بس قبل ما ندخل على العشرة مودلز دول هنبدا الاول في حاجه بسيطه عشان تسهل لنا الفهم وتسرع لنا الفهم. لما بيبقى عندنا حاجه كبيره بنحاول ان احنا نقسمها لعناصر ابسط شويه. خلينا نرجع للفيفث اديشن الاصدار الخامس من الكتاب، كان بيقول ان انا في عندي ثلاث انواع، النوع الاول اللي هو الفانكشنال، والنوع الثاني البروجكتايزد، والنوع الثالث اللي هو الماتريكس. الفانكشنال كان يقصد بيه ان انا بقسم الهيراركي او الستراكشر بتاع الاورجانيزيشن نفسها لمجموعه من الفانكشنز، فانكشنز اللي هي الوظائف يعني. في قسم مثلا خاص ب، لو شركه مثلا خاصه بتصنيع حاجه معينه، قسم خاص بالاوبريشن، قسم خاص بموضوع الريسيرش والديفلوبمنت، قسم ثاني خاص بموضوع الماركتنج، قسم خاص بالهيومن ريسورس، وهكذا يعني بتتقسم لمجموعه من الفانكشنز بتبقى مبنيه على الكلام ده. على عكس مثلا موضوع البروجكتايز، البروجكتايز لو تخيلنا مثلا ان شركه
وخلينا نشوف اونر برضو، اونر مثلا يعني شركة حكومية، نقول هيئة حكومية بتعمل مشاريع لبقية الوزارات مثلا. الهيئة الحكومية دي اللي بتعمله بس ان هي بتعمل بروجيكتس، فبالتالي التقسيم بتاع الاستراكشر بتاعها عبارة عن بروجيكتس، البروجيكتس اللي تابعة لكذا، البروجيكتس اللي تابعة لحاجة تانية وهكذا، فبالتالي التقسيم كله عبارة عن مجموعة من البروجيكت، فالهيكل بتاعها قائم على شكل بروجيكتايزد. في حاجة خليط ما بين الاثنين كده اللي هي فانكشنال بس عندها مشاريع كتير او عندها باستمرار مشاريع، فبالتالي بتبقى متقسمه فانكشنز لكن في تقسيم تاني، فبيبقى في تو دايمنشن عندها، الدايمنشن الاولاني اللي هو التقسيم الطولي بالفانكشنز، والتقسيم التاني العرضي اللي هو المشاريع، وبالتالي الموظف ممكن يكون تابع لقسم معين فانكشنال ديبارتمنت، لكن في نفس الوقت هو في مشروع فيتبع بروجكت معين او يتبع بروجكت مانجر معين، فبالتالي بيكون بيعمل ريبورت نقول اتنين مدراء باعتبار ان واحد فيهم الفانكشنال ديبارتمنت الخاص بيه اللي هو مانجر، المانجر بتاع الديبارتمنت ده، والتاني اللي هو البروجكت مانجر باعتبار ان هو في البروجكت ده. التقسيمة دي هتسهل لنا شوية عملية الدخول على الموضوع. لو نبدأ ان احنا نفتح الجدول ده هنلاقي في الجدول في عندنا يعني حاطط العشرة تحت بعض على الشمال، هنلاقي اول نوع فيهم اللي هو الأورجانيك أور سيمبل، ده عبارة عن نوع بسيط من انواع الفانكشنال. هنلاقي اول ثلاثة دول يعتبروا كأنهم فانكشنال، النوع الاولاني اللي هو الأورجانيك او السيمبل هنلاحظ ان هو حاطط بقى فوق مجموعة من العناصر بحيث تفهمنا البارامترز الخاصة بكل نوع. هنلاقي النوع الاولاني اللي هو الأورجانيك او السيمبل ده شبيه شوية بالسول تريدر او اللي هو المؤسسات الصغيرة اللي بيكون فيها المدير هو الاونر هو كل حاجة، يعني عدد الافراد فيها محدود والموضوع بسيط، فبالتالي بتكون المنظمة سيمبل قوي. الورك جروب ارينجد باي ارينجد ممكن تكون فليكسبل يعني فيها مرونة بسبب ان الموضوع صغير وبسيط، فما عندناش التعقيد ان احنا نقسم الورك مثلا او الورك جروبس لحاجة معينة، ممكن متقسمة ببيبل وركينج سايد باي سايد، ده يعني ما يعتبرش تقسيم، ده يعتبر الناس كلها شغالة جنب بعض في تآزر ما بينهم، ده بيعمل شغل ده وده بيساعد ده وهكذا عشان يخلصوا المشروع بسبب ان الحجم بتاعها بسيط او سيمبل. يعني البروجكت مانجر اوثوريتي الاوثوريتي بتاعته بتكون يكاد يكون مفيش لانه هو كله بيحاول يعمل كل حاجه. البروجكت مانجر رولز هو في الاساس ان هو بيدي جزء من وقته للمشروع ده وجزء المشروع تاني وجزء المشروع تالت. الريسورس افيلابل بسبب ان الحجم برضو صغير فبالتالي ما بيكونش فيه ريسورسز كتيره، بتكون ليتل او نون. هو مانج بروجكت فاندز او بروجكت بادجت، مين اللي معاه موضوع الميزانيه؟ الاونر او الاوبريتور هو اللي بيكون معاه الموضوع، يعني ممكن ابقى انا محتاج فلوس للمشروع يقول لي طيب كلم صاحب الشركه، يعني دايركت كده هو الموضوع مش كبير، لا الموضوع بسيط، موضوع سيمبل جدا، انت هتلاقيه في المكتب اللي جنبك، روح على صاحب الشركه وقول له محتاجين لحاجه معينه. البروجكت مانجمنت اساينمنت او الادمنستريتيف ستاف، الادمنستريتيف ستاف اللي هو الستاف الاداري اللي هو ممكن يساعدني زي مثلا السكرتاريه، الاكاونتنج، الريكروتر في الاتش ار، حد للتسويق، الناس دي هتبقى متعينه للمشروع؟ لا مفيش، ليتل او نون، مفيش حد ادمنستريتيف للمشروع ده تحديدا. الفانكشنال او السنترلايزد بتبقى الموضوع متقسم لديبارتمنتس او فانكشنال ديبارتمنتس، اقسام وظيفيه. قال ان الورك جروب ارينجد باي او متقسمه او متنظمه بالفانكشنز نفسها، جوب بينج دان، الاعمال اللي بتتم، يعني مثلا في قسم للانجينيرنج، قسم للمانيفاكتشرنج، قسم للريسيرش والديفلوبمنت وهكذا. الاثوريتي بتاعت البروجكت مانجر بتكون ليتل او نون باعتبار ان هي اساسا عباره عن اقسام وظيفيه، ففي راجل مدير القسم الوظيفي، فاحنا هنعمل مشروع فهناخد واحد من القسم الوظيفي ده يبقى مدير مشروع، بس في النهايه الصلاحيات بتاعته مش عاليه لان في ناس هي المدراء، هو بس يعني كان بيأدي وظيفه معينه بس هيبقى بالاضافه للاعمال بتاعته بيعمل المشروع، وعشان كده البروجكت مانجر رول بيكون بارت تايم.
may or may not be designated job role like coordinator, يعني كأنه بينسق بس في الموضوع ده، لأن مثلا الشركة متقسمة لـ functions وفي شركة هتيجي تعمل البروجكت، متفقين مع حد هيجي ينفذ البروجكت، فأنت بس تابع الموضوع ونسق وشوف الناس بتعمل أدوارها يعني ولا لأ بالإضافة لشغلك. وعشان كده الريسورسز اللي معاك، مفيش ريسورسز معاك، أنت اللي هتعمل كل حاجة أو little، ممكن نخلي مثلا فلان الفلاني ده يشتغل معاك بس يساعدك، والفانكشنال مانجر هو اللي عنده البادجت، لان انت في النهايه كمدير مشروع انت تحت الفانكشنال مانجر، فاحنا عايزين نعمل بروجكت معين خاص بالديبارتمنت ده، فبالتالي المدير بتاع الديبارتمنت ده هو اللي معاه البادجت. وهل في ناس مثلا ادمنستريتيف ستاف يكونوا موجودين؟ ممكن يعني نبقى نخلي المحاسب يقعد معاك ايه 3 ساعات في الاسبوع مثلا، يخصصهم من وقته للبروجكت بتاعك عشان ينظم لك الشغل عندك، فبالتالي الادمنستريتيف ستاف هيكون ممكن نقول ان هو بارت تايم، يعني متوزع على عده مشاريع. نيجي بعد كده للنوع اللي بعده، النوع اللي بعده اللي هو المالتي ديفيجنال، ده زي اللي فات بس الفرق ان هو بيكون في ريبليكيشن للفانكشنز في الاقسام المختلفه. يعني مثلا لو باجي اعمل قسم معين، القسم ده محتاجين فيه جرافيك ديزاينر، الجرافيك ديزاينر مصمم جرافيك يعني، في الفانكشنال ممكن يكون في قسم خاص بالتصميمات والجرافيك ديزاينرز كلهم موجودين فيه، اما في المالتي ديفيجنال لا، ممكن الاقي فيه جرافيكال ديزاينر في القسم ده وجرافيكال ديزاينر في قسم تاني وهكذا، فبالتالي بيبقى فيه ريبليكيشن، بيبقى فيه تكرارات. والورك جروب ارينجد باي ايه، ممكن هي بالبرودكت، بالبرودكشن، بالبروسيسز، بحاجة معينة تعتبر functional. اللي بالنسبة للأثوريتي أو الصلاحيات بتاعت مدير المشروع هتبقى زي اللي قبليها little أو function أو none، والبارت تايم هيبقى الرول بتاع بروجكت مانجر برضو نفس الحكاية، لأن هي واخدة نفس الانطباع الفانكشنال بتاعها إن هو الراجل مش مدير، هو الراجل مدير مشروع بس هو جوه القسم الوظيفي، فعشان كده بيبقى يعني بالإضافة لشغلك أنت بتعمل الأعمال بتاعة المشروع، وبالتالي ما عندكش صلاحيات لإن يبقى فيه ريسورسز، ما فيش ريسورسز أساسا أفيلابل، أو ممكن فرد أو اتنين ممكن يساعدوك يعني في الموضوع. ومازال الفانكشنال مانجر لأن هو المدير بتاع القسم، هو اللي بيقول او بيمانج البادجت. ونفس الشيء بالنسبه للادمنستريتيف ستاف ان هو هيكون بارت تايم. بعد كده بيبدا يتكلم على الميتريكس، خلينا نعدي بس الحته بتاعه الميتريكس ونرجع لها بعد شويه عشان هتوضح اكتر لو شرحنا البروجكتايز الاول. البروجكت اورينتد اللي هي الكومبوزيت او هايبريد، كومبوزيت يعني مركبه او هايبريد يعني مختلطه، دي بتكون الاساس زي ما قلنا ان هي بتعمل مشاريع باستمرار، فعشان كده هي بتتقسم الاعمال فيها بالمشاريع، يعني الاقسام اللي جوه الشركه عباره عن مشاريع مثلا تبع وزارة معينة، مشاريع تبع وزارة تانية، مشاريع بنية تحتية، مشاريع اسكان، مشاريع نقل ومواصلات وهكذا، فبتلاقيها متقسمة مش بالفانكشنز لا، متقسمة بالبروجكتس. وفي البروجكتايزد بيكون الصلاحيات او الاثوريتي بتاعه البروجكت مانجر بتكون عاليه جدا، لان هي متقسمه مشاريع ولازم مدير المشروع يعمل اللي مطلوب منه، والمدير اللي فوقيه مثلا البروجرام مانجر، فبالتالي عطيه كل الصلاحيات ان هو يتصرف في البروجكت، فبتكون هاي تو اولموست توتال تقريبا معاه كل الصلاحيات انه ينفذ المشروع، لان الشركه قايمه على المشاريع والهيكل مبني على فكر المشاريع، وبالتالي بيكون فول تايم للبروجكت، هو اسايند للبروجكت ده عشان البروجكت بالنسبه له هو اللي هيبقى واخد وقته، هو اللي بيعمل كل حاجه في البروجكت، ما عندوش اعمال فانكشنال تانية ان هو يعملها بالاضافه للبروجكت. بالنسبه للريسورس افيلابلز بيكون معاه طبعا ريسورسز كتير عشان يقدر ينفذ المشروع، هاي تو اولموست توتال معاه تحكم في كل الريسورسز. بالنسبه للبادجت بتكون معاه هو البروجكت مانجر اللي بيتحكم في البادجت دي، وبالتالي ممكن كمان يكون معاه ادمنستريتيف ستاف زي سكرتير او محاسب او ريكروتر، واحد بيعين الناس ويكون فول تايم على المشروع ده، مش بس ان هو تبع قسم تاني لا، هو فول تايم على البروجكت ده. لو نرجع بقى للماتريكس، الماتريكس زي ما بنقول هي عباره عن مصفوفه يعني تيبل، وبالتالي التيبل ده بيكون له تو دايمنشن، دايمنشن من فوق اللي هم الفانكشنز نفسها، ودايمنشن على الشمال اللي هو ممكن يكون البروجكتس، وتقاطع الاثنين بيبقى فيه مثلا بروجكت مانجر موجود ان هو بيعمل ريبورتنج او يعني مسؤول او له رئيس اللي هو الفانكشنال مانجر، وفي نفس الوقت له رئيس تاني في الاتجاه التاني اللي هو البروجكت مانجر.
الميتريكس دي ممكن تكون سترونج او بالانسد او ويك على حسب مدى الصلاحيات اللي عند كل واحد. هل المشروع ده مهم بالنسبه لنا فالبروجكت مانجر معاه صلاحيات اكتر، ولا الفانكشنال مانجر هو الاساس والبروجكت مانجر صلاحياته ضعيفه، وبالتالي بتنقسم ل سترونج او بالانسد او ويك. السترونج هتبقى اقرب لان هي تكون بروجكتايز، بس في نفس الوقت هي لسه فانكشنال، هي الورك جروبس فيها متقسمه لسه بالفانكشن لان هي فانكشنال، بس بيبقى فيه صلاحيات اعلى مودريت تو هاي للبروجكت مانجر. والبروجكت البروجكت مانجر موجود فول تايم، يعني ممكن نقول ان في قسم خاص بالبروجكت مانجرز موجود فيه مدراء مشاريع، ولما نحب نعمل مشروع معين ناخد واحد من قسم مدراء المشاريع دي ونعين معاه مثلا جروب من الناس موجودين في الفانكشنال ديبارتمنتس عشان يكملوا الشغل. فبالتالي بيبقى مدير المشروع له بيت، عشان كده هنا قال في الخلية اللي هي تقاطع ماتريكس سترونج مع ورك جروب ارينجد باي، هنلاقيه باي فانكشن ويز بروجكت مانجر از ا فانكشن، فالبروجكت مانجر نفسه يعتبر له زي قسم خاص بمدراء المشاريع. وقلنا ان هو فول تايم والريسورس افيلابيلتي معاه مودريت تو هاي، والصلاحيات بتاعت البادجت معاه ومعاه ناس فول تايم. على العكس بقى هيكون الويك، الويك هتبقى اقرب لان هي فانكشنال، فبتقسمها بالجوب فانكشن والصلاحيه بتاعت مدير المشروع ضعيفه، وممكن ملهوش بيت، ملهوش يعني قسم خاص اللي هو الديبارتمنت الخاص بمدراء المشاريع، وممكن ان هو يبقى بارت تايم لان هو بيعمل الشغل الفانكشنال بتاعه بالاضافه لشغل المشروع، وبالتالي الريسورس الافيلابلز معاه هتبقى لو، وال الفانكشنال مانجر مازال هو اللي معاه البادجت لان صلاحيات المدير المشروع هنا هتبقى ضعيفه، والادمنستريتيف ستاف هتبقى يعني بارت تايم، لو عايز محاسب ممكن ان هو يبقى معاك فتره معينه. البالانسد عباره عن ميكس ما بين الحالتين، متقسمه بالجوب فانكشن، بس مدير المشروع ممكن يبقى له صلاحيات متوسطه اعلى شويه من الوضع اللي فات، وبرده لسه بارت تايم لان هي فانكشنال، والريسورسز اللي معاه لو تو مودريت. والبادجت هنا ممكن يبقى فيه تقاسم، ممكن تبقى ميكسد، يعني مدير المشروع معاه جزء والفانكشنال مانجر معاه جزء، بمعنى ان هو الفانكشنال مانجر مثلا عنده صلاحيات للبادجت بنسبه معينه، ومدير المشروع عنده صلاحيات تانية، وده بيتصرف في حاجات، ولما بيقف بيرجع للفانكشنال مانجر يقول له انا البادجت اللي معايا استهلكت، ياخد عهده منه، او هو له صلاحيات مثلا انه يتصرف لليميت معين، وهكذا بيبقى فيه ميكسنج معين متفقين عليه ما بين الاثنين. وبرضه بتبقى البارت تايم للادمنستريتيف ستاف. البروجكت قلناها البروجكت اورينتد. الفيرتشوال بيبقى فيها عمليه فيرتشوال، يعني ايه؟ يعني الناس مش شرط ان هي متواجده في نفس المكان، بيبقى الاداره اداره افتراضيه شويه، الناس ممكن موجودين في اماكن بعيده شويه وانا بتواصل معاهم مثلا اونلاين بشكل فيرتشوال. هنا قال الورك جروب بتبقى ممكن هي arranged by network structure with nodes، كل نود او كل نقطه فيها واحد point of contact، هو نقطه الاتصال اللي بيوصل الناس ببعضها. وبتبقى الصلاحيات بتاعت مدير المشروع low to moderate، والرول بتاعه بيبقى ممكن full time او part time، يعني ممكن تمشي كده او كده، بس هو عايز يقول النمط بتاعنا الفيرتشوال. والريسورس افيلابل ممكن تكون لو تو مودريت، والبادجت برضو نفس الحكايه ميكسد ما بين الاثنين، والادمنستريتيف ستاف يمشي كده ويمشي كده على حسب، لان هو الهدف ان احنا بس نركز على الموديل ان هو فيرتشوال، فبالتالي ينفع ان هو يكون فيرتشوال ومعايا ادمنستريتيف ستاف مخصصين للمشروع فول تايم او بار تايم. الهايبريد مقصود بيها النموذج المختلط، مختلط بقى ما بين اي عنصر من العناصر دي، ان انا اعمل الميكس اللي انا عايزه في كل عنصر من العناصر دي. فعشان كده هنلاقي ان اول جزئيه اللي هي الورك جروب ارينجد باي ايه ميكس اوف اذر تايبس، يعني كل حاجه هنلاقيها بعد كده ميكسد ميكسد ميكسد، باعتبار ان هو حط انت الخليط اللي انت عايزه، وده هيبقى نموذج جديد خاص بيك. هايبريد عباره عن نموذج انت اللي عملته، نموذج مختلط انت حاطط فيه معايير انت شايفها كويسه بالنسبه لك. البي ام او او البروجكت مانجمنت اوفيس هو عباره عن وحده بتدير المشاريع، فبالتالي هنا في ميكس في الجروبس، وهيشرح طبعا البي ام او بعد شويه كعنصر لوحده. والصلاحيات بتاعت مدير المشروع هاي تو اولموست توتال، لان هي تعتبر من اعلى انواع البروجكتايز، وصلاحية مدير المشروع هاي، والاساينمنت بتاعه بيبقى فول تايم،
ومع الريسورسز كلها تقريبا متاحه، والمانجر بيقون البادجت، البروجكت مانجر معاه البادجت، وبيحتاج ادمنستريتيف ستاف فهم موجودين معاه. هي هنلاقيها مشابهه لموضوع البروجكتايز لان هي من انواع البروجكتايز ومن اعلى الانواع في البروجكتايز. وكده يبقى اتعرفنا على الجزء الاولاني اللي هو خاص بالorganizational structural type. كنا أخذنا مع بعض أنواع الـ Structural Types وأخذناهم بشكل مفصل، وقلنا أن في عوامل بتسهل أو بتأثر عليا في اختيار النوع المناسب. العوامل دي ذكرها الكتاب بعد كده وقال Factors in Organization Structure Selection، وأنا بختار الـ Structure بتاعي ممكن العوامل دي هتأثر معايا. وقال أن الفاكتور دي ممكن أن هي تحمل درجات مختلفة من الأهمية، أهميتها بالنسبة للي بيحط الـ Structure لمدراء الشركة نفسهم، هل شايف كل عنصر منهم مهم ولا في عناصر ممكن تبقى مهمة وعناصر مش مهمة. على حسب كل عنصر منهم هيبدأوا ان هم ياخدوا قرارهم في ان هم يطلعوا الشكل او الموديل المناسب بالنسبة لهم للستراكشر بتاع الorganization. العوامل دي بدأ الكتاب يسردها وقال اول حاجة degree of alignment، درجة المحاذاة مع اهداف المنظمة. هل انا فعلا عايز كل كبيرة وصغيرة يبقى فيها عملية محاذاة؟ هل فعلا ده target من التارجتس بتاعتي ولا لا انا ممكن يبقى فيه flexibility شوية؟ specialization capabilities، الكابابيلتيز او القدرات بتاعت التخصصات المختلفة هراعيها وانا بقسم الكلام ده في الorganization structure. span of control، efficiency and effectiveness، مدى الكنترول اللي انا عايزه يكون موجود. والefficiency والeffectiveness هنا بدأ ان هم يذكرهم الefficiency الاول وبعدها الeffectiveness. الefficiency اللي هي الكفاءة، معناها ان انا بعمل الحاجة صح زي ما توصفت، يعني في project عندي وانا عايز ان انا اعمله بعمله وبنفذه on time وبنفذه فعلا on budget وبالquality level اللي انا عايزه، بس هل ده كان فعلا البروجكت اللي انا المفروض اعمله؟ دي الافكتيفنس. الافكتيفنس ان هي الجوب اللي انا عملتها تكون فعلا مؤثرة وفعالة. فممكن نقول ان الافيشنسي do things right، ان انا اعمل حاجة صح، لكن الافكتيفنس do the right thing، ان انا اعمل الحاجة الصح، الحاجة اللي تكون فعلا ليها التأثير المطلوب، اللي الاوتكم بتاعها هيكون هو ده الاوتكم المرجو او الهدف المنشود يعني بالنسبه لي. الكلير باث اوف اسكاليشن ديسيشنز، هل انا عايز يبقى في اسكاليشن بشكل واضح في الاورجنايزيشن؟ طالما ان انا عايز حاجه زي دي تحصل فبالتالي لازم اراعي ده وانا بعمل الاورجنايزيشن ستراكشر. يعني ايه اسكاليشن؟ اسكاليشن معناها التصعيد، ان دايما بيبقى فيه كوميونيكيشن ما بين الديبارتمنتس المختلفه. طيب بناء على الكوميونيكيشن ده ممكن ان في ناس تستجيب وناس ما تستجيبش. طيب لما قسم بيخاطب قسم تاني وما استجابش وعدى مثلا مدة معينة مذكورة زي مثلا اسبوع ومش بيستجيب للطلب بتاعه، يخاطب مين؟ يعمل اسكاليشن للمشكلة دي ازاي؟ يصعدها ازاي؟ يخاطب مثلا مديره، يخاطب حد معين في قسم معين مسؤول عن المشاكل اللي زي كده. فلازم يبقى فيه مثلا اسكاليشن بروسيس ويبقى فيه كلير باس للاسكاليشن اوف ديسيشنز. هل ده انا محتاجه او شايفه مهم بالنسبة لي بحيث ان انا اراعيه وانا بعمل التايب او الاستراكشر تايب بتاعي؟ الكلير سكوب اوف اوثوريتي، هل محتاج فعلا ان الاوثوريتي تبقى واضحه يبقى النطاق بتاعها واضح؟ الديليجيشن كابابيلتيز، الامكانيات ان انا اعمل تفويض، عمليات التفويض، ان المدير يبقى له مهام معينه وبيفوض الحاجات الاقل للتيم بتاعه. الاكاونتابيلتي اساينمنت، تخصيص الاكاونتابيلتي وتخصيص الريسبونسبيلتي، وقلنا الاكاونتابيلتي المساءله لكن الريسبونسبيلتي مسؤول عن ان هو ينفذ الدور ده، لكن مش شرط انه مساءل، ممكن يبقى مديره هو اللي مساءل باعتبار ان هو معاه الصلاحيات لكن هو responsible انه ينفذ الشغل، ولو لقى حاجة واقفة معاه بيرجع لمديره اللي هو الاكاونتابل اللي هو اللي مساءل على الموضوع ده. adaptability of design، يقصد الديزاين بتاع الستراكشر تايب نفسه، هل adaptable؟ هل ان هو في امكانية للتكيف؟ بمعنى ان انا عايز اعمل تغييرات كل شوية في الorganization type نفسه او الorganization structure، هل الorganization structure اللي حطيته ده solid بحيث ان هو صعب ان انا اعمل فيه تغييرات تاني، ولا فليكسبل بحيث ان هو ممكن يحصل فيه تكيف بعد كده ان انا اغير؟ مثلا كنت مقسم اقسام معينه، بعد شويه اقدر ادمج الاقسام دي بسهوله، او اقدر ان انا اقسم تقسيمه تانيه واوزع الناس، ولا لا انا كنت عامله يعتبر جامد قوي ما اقدرش ان انا يعني اعمل فيه تغييرات بسهوله.
نفس الشيء السمبلسيتي اوف ديزاين، السهوله بتاعه التصميم نفسه، الافشنسي اوف بيرفورمانس، كفاءه الاداء بتاع الاورجنايزيشن تايب نفسه، هل في عمليات تعقيديه روتينيه ان لا لازم الحاجات او المعاملات تمر في شانل معينه من ده لده لده، ولا في فليكسيبيليتي اكتر شويه ان انا اقدر اسرع شويه موضوع المعاملات. الكوست كونسيدريشن، لازم اخد اعتباري برضو موضوع الكوست، هل في organization structure ممكن ان هو يكون في ليفلز كتير، كتر الليفلز في الorganization structure ممكن يؤدي ان يبقى في مصاريف ازيد، لان بقى في مديرين ليفل 1 بعد كده ليفل 2 ليفل 3 وليفل 4 وهكذا، دول مثلا شيف ليفل، تحتيهم دايركتور، تحتيهم مانجر، كل دول مديرين والستراكشر بقى كبير جدا، كبر الستراكشر ده ممكن ان هو يزود الكوست عندي، فلازم يكون في انا واخد في اعتباري هل فعلا انا مهم بالنسبه لي الكوست ولا مهم بالنسبه بالي ان انا انفذ او اعمل او ابني التايب ده او الاستراكشر ده. الفيزيكال لوكيشن، هل الناس اللي موجوده بقى في الاورجنايزيشن ستراكشر دول هل موجودين في مكان واحد كلهم في قسم رئيسي خاص بالاورجنايزيشن او بالمؤسسه، ولا متوزعين في مناطق مختلفه، ولا فيرتشوال في منهم اللي عن بعد بنتعامل معاه اونلاين او عن بعد؟ لازم العوامل دي تكون في اعتباري وانا ببني الاورجنايزيشن تايب. لو انا بتكلم مثلا في شركه والشركه دي هدفها اكتر ان هي تكون بروفيتابل، فبالتالي مش فارق معاها ان الموظف يكون موجود، المهم انه يعمل التاسك المطلوبه منه، فتروح ان هي تعمل تعيين لناس او اساينينج لبعض المهام لناس بار تايم موجودين في احدى الدول اللي موجود فيها العماله، مثلا تكون ارخص شويه، يعني مثلا شركه موجوده في الخليج بتاعه اي تي بس محتاجه ان الاعمال بتاعه السوفت وير تدار من قبل ناس مثلا في الهند باعتبار ان الاجور بتاعتهم هتبقى اقل، فبالتالي هيبقى في قسم موجود مثلا خاص بالناس اللي مسؤوله او الناس الموظفين اللي بيشتغلوا من خلال الاونلاين او بيشتغلوا فيرتشوال من الهند، القسم ده انا واخد في اعتباري وانا بعمل الاورجنايزيشنال ستراكشر ان انا هيبقى عندي قسم خاص بالناس الفيرتشوال، وممكن يبقى اكتر من قسم على حسب الشركه عامله ازاي. كلير كوميونيكيشن، هل انا بهدف ان الكوميونيكيشن تبقى كلير اكتر، فمحتاج ان انا اراعي ده في الorganizational structure عندي ولا لا؟ ما زلنا في الorganizational structure type، وآخر عنصر فيها اللي هو PMO أو Project Management Office. PMO هو وحدة وظيفية موجودة جوه الشركة، ممكن ان هي تختلف ادوارها على حسب اللي عمل كرييشن اللي هو التوب مانجمنت، يعني لما عملوا كرييشن PMO كانوا منتظرين منه ايه الاهداف اللي هم عاملين عشانها PMO، هل بس عايزين ان هو الدور بتاعه يكون سبورتيف ان هو يكون داعم بس، ولا كمان ان هم عايزينه يوصل لان هو يليد المشاريع؟ على حسب الدور اللي تم انشاء PMO عشانه هيكون ساعتها الوظائف بتاعته. بدا الكتاب في ان هو يقول ان PMO organizational structure standardized the project related governance processes، يعني هو بيعمل او بيعمل standardization للبروسيسز الخاصه بالجوفرنس، بس هل كل الجوفرنس بتاع الشركه بالكامل؟ لا، هو في النهايه PMO يعني project management office، فهو بيعمل standardization للبروسيسز الخاصه بالجوفرنس في البروجكت مانجمنت، فعشان كده قال the project related المتعلقه بالمشاريع governance processes، وfacilitate sharing للresources والميثودولوجيز والتولز والتكنيكس، لان هو بيبقى كانه بيت للحاجات ديت، موجوده فيه كل الدوكيومنتس ديت وموجوده فيه كل المعايير دي، الناس لو عايزه توصل لحاجه من دي بتخاطب البي ام او وتاخد منه الكلام ده. وقال ان ريسبونسبيلتيز ممكن ان هي تختلف من ان هي تكون سبورتيف لان هي تكون دايركت مانجمنت للمشاريع، ان هي تدير المشاريع بشكل رئيسي. وحصر البي ام او يعني ثلاث انواع شهيره من البي ام او، النوع الاولاني هو السبورتيف. السبورتيف بيكون نوع داعم، يعني ايه داعم؟ يعني البي ام او هدفه ان هو يوفر الحاجه اللي عايزها البروجكت مانجر من تمبلتس فورمز بروسيس، اي شيء خاص بالمنهجيات او خاص بالاليات محتاجه البروجكت مانجر، حتى لو محتاج تريننج للناس بتوعه مثلا البي ام او يدخل يعمل التريننج ده، لكن في نفس الوقت البي ام او ما بيعملش اي عمليات كنترول على البروجكت مانجر، وبالتالي النوع ده بيكون الكنترول درجه الكنترول في البي ام او هي اقل الدرجات. نيجي للدرجه اللي بعديها شويه اللي هو اسمه كنترولينج، يبقى سبورتيف وبعديه كنترولينج. الكنترولينج ده بتبقى درجه الكنترول فيه متوسطه، ان هو زي بيقول زي ما انا بديكوا سبورت
كمان انا محتاج منكم كومبلاينس للحاجه اللي انا عطيتها لكم دي. يعني لازم انا عطيتكم بروسيس معينه او تمبلت معينه ان انتوا تلتزموا بيها، فانا هحاسبكم كمان وهراقبكم هل فعلا التزمتوا بالكلام ده ولا لا. هاجي اعمل اوديتنج او انفستيجيشن او ان انا اتحقق هل فعلا انتوا شغالين بالكلام اللي انا عطيته لكم ولا لا. والكتاب ذكر قال ان الكومبلاينس ده ممكن يتضمن ادوبشن اوف بروجكت مانجمنت فريم ورك، هل فعلا بتفعلوا البروجكت مانجمنت فريم ورك ده اللي انا عطيته لكم وبتلتزموا بيه، السبيسيفيك فورمز والتمبلتس اللي انا عطيتها لكم بتلتزموا بيها ولا لا، الجوفرنس فريم ورك اللي احنا وفرناه لكم هل فعلا بتلتزموا بيه ولا لا. في المرحله دي بتاعه الكنترولنج بيكون البي ام او كانه ثيرد بارتي او كانه يعني طرف مختلف، بمعنى ان البروجكت مانجر مش بيعمل ريبورتنج للبي ام او، هو بيعمل ريبورتنج لمديره اللي هو ممكن يكون مدير المشاريع او بروجرام مانجر او ايا كان البوزيشن، لكن البي ام او طرف ثالث. يعني البي ام او مش هي الانتيتي اللي البروجكت مانجر بيعمل لها ريبورتنج، لا البروجكت مانجر بيعمل ريبورتنج لحد تاني. فعشان كده ممكن البي ام او درجه الكنترول بتاعته بتبقى متوسطه مش اللي هي قويه قوي. اما الجزء الثالث او النمط الثالث اللي هو الدايركتيف، دايركتيف معناه ان البي ام او هو اللي بيعين مدير المشروع ومدير المشروع بيكون ريبورتنج له، وبالتالي بيبقى عامل كنترول عليه بشكل اكبر بكتير، لان مفيش بقى طرف ثالث زي اللي فات دلوقتي، لا بقى الموضوع انا المدير بتاعك، انا البي ام او، انا اللي عينت البروجكت مانجر وانت ريبورتد ليا، فبالتالي الاثوريتيز كلها عندي انا. فقال ان النوع الثالث الـ control of projects directly take control of the projects by directly managing the project، وقال ان مدراء المشاريع هنا بيتعينوا من خلال الـ PMO وبيكونوا بيعملوا reporting للـ PMO، وبالتالي درجة الـ control في النوع ده بتكون أعلى الدرجات. وبالإضافة لكده قال إن الـ PMO ممكن إن هو ياخد بعض الـ tasks الـ organizational الخاصة بالـ organization نفسها إن هو يعملها. قال PMO may have organizational wide responsibility بإن هو يدعم القرار الاستراتيجي الخاص بالـ top management، عايزين مثلا يناقشوا حاجة استراتيجية فبيدعم الفكر بتاعهم أو يدعم القرار بتاعهم أو يساعدهم في الـ prioritizing مثلا للمشاريع، فبيكون حلقة الوصل ما بين الـ projects والـ programs والـ portfolio من جهة، والجهة التانية اللي هي البيزنس أو الأورجانيزيشن نفسها. وقال ان هو ممكن يكون ليه مجموعه من الفورمز او الفانكشن للبي ام او، بيختلف زي ما قلنا على حسب اللي عمل البي ام او ده من التوب مانجمنت كان بيهدف لايه، ايه هي الوظائف اللي هو مستنيها من البي ام او. الكتاب في الصفحه اللي بعديها قال ان البي ام او ممكن يعمل ريكومنديشن، ممكن يعمل نوليدج ترانسفير او يليد النوليدج ترانسفير. النوليدج ترانسفير لو انا عندي البروجكت خلاص او البروجكت موجود بس في نوليدج معينه وانا عايز اخدها اوديها للمشاريع الثانيه عشان يتعلموا من الدروس المستفادة، او انا عندي النولج موجودة في البي ام او نفسه وعايز انقلها للمشاريع عشان يستفيدوا منها. والنقطة اللي بعديها terminate projects، ممكن هو يتدخل ويقفل المشروع لان هو شايف المشروع مش مناسب او يعمل اي actions تانية as required. وبعد كده بدا الكتاب يتكلم على مجموعه من الفانكشنز او الادوار اللي ممكن البي ام او يعملها. قال مانجنج للشيرد ريسورسز ما بين المشاريع اللي هو بيديرها، هو بيدير مشاريع فممكن انه ينقل مجموعه من الموظفين من هنا لهنا اللي هم الهيومن ريسورسز اللي عنده، او ان هو يعمل ديفلوبمنت للميثودولوجيز او البراكسز او الستاندردز، او ان هو يعمل تدريب كوتشنج منتورنج او تريننج، او ان هو يراقب الكومبلاينس بالبروجكت مانجمنت ستاندرد هل فعلا بتلتزموا بالستاندرد ده ولا لا، او ان هو يعمل ديفلوبينج ومانجنج للبوليسيز والبروسيجرز والتمبلتس، ودي واحده من الادوار الرئيسيه للبي ام او. وممكن برضو ان هو يعمل كوردينيتنج للكوميونيكيشن ما بين البروجكتس المختلفه، البروجكتس ده او البروجكت الفلاني بروجكت اكس عايز معلومه معينه والمعلومه دي في بروجكت واي، واللي عارف الكلام ده البي ام او فبيبدا يعمل تنسيق ما بينهم، انتوا عايزين فورم معينه، الفورم دي كانت موجوده في المشروع الفلاني، طيب انا هاخدها واجيبها وديها لكم وهكذا، بحيث ان هو ينسى عمليات التواصل، او في مثلا ايشوز معينه قابلت مدير المشروع فمدير المشروع عايز يكلم مدير المشروع الثاني عشان يعرف حلها ازاي، فهيبدا اللي بينسى ما بين الاثنين هو البي ام او. وبكده يبقى انتهينا من الجزء الخاص بالبي ام او وانتهينا من شابتر 2.